السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس خلدون صلاعي من قناة كونكريت بالعربي. راح نكفي سلسلة الخرسانة الكتلية للمستوى المتوسط، واليوم وصلنا للفيديو رقم 8 والأخير للمستوى المتوسط. راح نتابع فيه الجزء الثالث من ملاحظات لكاتبي مواصفات الخرسانة الكتلية في منطقة الخليج العربي. شو الليرنينج اوبجيكتيف لهذا الفيديو؟ راح نشوف نحن شو هي الريكومنديشن المتعلقه بالموك اب، وبعدين نشوف الريكومنديشن المتعلقه بالفريكوينسي تبع تيستينج الفريش كونكريت او الهاردند كونكريت، وشو الريكومنديشن المتعلقه بالسبيسيفيكيشن تبع الكولينج اند انسوليتنج سيستم، ونشوف كمان ريكومنديشن متعلقه بالكيورينج، والريكومنديشن المتعلقه بالثيرمال كنترول بلان، والريكومنديشن المتعلقه بالسبيسيفيكيشن للسترينث ايفالويشن للماس كونكريت. طيب نيجي اول شيء على السبيسيفيكيشن المتعلقه بالموك اب. طبعا الموك اب فعليا نحن عملنا فيديو بشكل كامل عليه، اوكي، ولذلك انا ما راح اعيد الاشياء فعليا المتعلقه فيه. ممكن تراجع الفيديو تبع الموك اب لتشوف تفاصيل، لكن انت ككاتب مواصفات شو الابروتش او شو طريقه التفكير بهذا الموك اب؟ اول شيء لازم الموك اب يكون فعليا ممثل للخرسانه اللي بدك تصبها الاكشوال، اوكي. فلذلك ابعاد الموك اب هاي لازم تكون ريبريزنتيف للخرسانه اللي بدك تصبها. كمان نوعيه الفورم ورك والثيكنس تبع الفورم ورك اللي بدك تستخدمه الموصفه للخرسانه الكتليه لازم تكون نفسها موصفه للموك اب. السكجول تبع التايم الفورم ورك ريموفال، اوكي، لازم يكون نفسه. الكيورنج ميثود والانسوليشن لايرز، اذا كان بدك انت موصف طرق معينه للماس كونكريت لازم تكون نفسها موصفه للموك اب. البورينج، طريقة الضخ يعني، اوكي، طريقة الصب والتسليح لازم يكون ما امكن يعني مراعي وعم يعمل سيموليشن للطريقة اللي انت بدك تستخدمها في الاكشوال. عدد السنسورات اللي انت بدك تاخده، اوكي، للموك اب. هلا بالعادة هون في منطقة الخليج العربي بياخذوا الثلاث اماكن اللي هي السنتر وهي اللوكيشن وهي الايدج، اوكي، وبكل هالثلاث اماكن بياخذوا سنسر في المركز وسنسر قريب من السطح. قديش قريب من السطح؟ من 50 الى 75 ملم، اوكي. وممكن تاخذ انت سبير للمركز، لان هو مهم جدا اذا لا سمح الله خرب السنسر هون ممكن يصير في عندك مشاكل، وممكن تحط سبير في اماكن ثانيه. وعلى حسب كبر الموك اب وحسب يعني الموديلنج اللي انت بدك تسويه ممكن تاخذ في اماكن ثانيه، هلا في بعض الريكومنديشن من الاي سي اي 301 وسلسله الاي سي اي 207 ممكن انت تشوف الريكومنديشن وتطبقها على الموك اب. مثل ما قلت لك في فيديو خاص انا مسويه على الموك اب، ممكن تراجع يعني تشوفه. سبيسيفيكيشن بالفريكونسي تبع الفريش كونكريت، يعني مثلا كل قديش بدي اقيس التمبريتشر، كل قديش بدي اقيس السلام، اوكي. هي احيانا بتصير عليها مجادلات كبيره ما بين الكونتراكتر والاستشاري وما بين مورد الخرسانه، واحيانا بتصير مجادلات حتى على سبيسيفيكيشن. هلا ممكن بكل سهوله انت توصف انه والله انا بدي كل تراك تنفحص سلامب وتمبريتشر، واذا كان عندك سيلف كومباكتنج كونكريت سلامب وسلامب فلو تمبريتشر. هذا واحدة من الطرق
الممكن انت تستخدمه بالسبيسيفيكيشن. هذا بسموه برسبكتيف ابروتش، يعني انا خلاص حددت كل التراك وخلاص، يعني ما بديش غيرك. وفينك انت اوكي تعتمد على البرفورمانس بيست، اوكي يعني انا ليش لاخذ كل تراك، انا شو الغايه من التيست؟ حسب الغايه من التيست والبرفورمانس بيست للتيست واهميته، اوكي بقدر انا والله اعمل برفورمانس بيست. فمثلا خلينا نشوف التمبريتشر. التمبريتشر مهمه جدا، الكونكريت بليسمنت تمبريتشر مهمه جدا، هي بتحدد لك البيك تمبريتشر. فهي مهمه جدا يكون والله في عندك يعني سيستم صارم بقياسه، فهي ممكن تحط لك كل تراك اوكي. او كبرفورمانس بيست ممكن تقول والله انا راح اقيسها اوكي لا عدد معدل محدد من التراكات في البدايه، اوكي يعني مثلا اخذ 10% من الصبيه اوكي، واقيس التمبريتشر واصير مثلا اقلل هذا العدد على حسب التايم. اوكي اقول مثلا انا كل ساعه بدي اقيس عدد معين من السيارات بالتمبريتشر اوكي. فممكن تعمل ريلاكسيشن ما فيش مشكلة، ولكن إذا أنت بدك تقيس الكونكريت تمبريتشر لكل تراك كمان بتصير. طيب بالنسبة للسلام، السلام فعليا منه كريتيكال مثل التمبريتشر في الماس كونكريت، السلام بالنهاية هو بيعبر لك عن مستوى الوركابيليتي اللي أنت هتشتغل فيها، مهم بس منه كريتيكال مثل التمبريتشر. الكريتيكال وين بالخرسانة؟ الكريتيكال هو السيجريجيشن والبليدنج، وانه تكون الميكس هوموجينيوس اوكي. بس اكيد ما يكون سلام كمان بعيد عن التارجت سلام. فهون ممكن انت والله تحط يا تستخدم برسبكتيف ابروتش يا تستخدم البرفورمانس ابروتش او تستخدم طريقه الميكسينج ميكست ابروتش. Perspective approach مثل شو؟ مثل مثلا والله صبيات لحد ال 1000 متر لحد ال 1500 متر، والله حط ممكن انا استخدم هون البرسبكتيف كونسبت واقول له بدي اياها على كل تراك. بس صبيه 2000 3000 متر 4000 متر 5000 متر، هاي اذا بدك تقيس السلامب لكل تراك هاي بحد ذاتها اوفر، يعني منه لوجيك. قديش حتاخذ وقت في التضييع في عمليه التستنج والسامبلينج وانت عندك صبيه كبيره اوكي، وهي تتميز خاصه اذا كان عندك رافت فاونديشنز، يعني هالالاف هي ما بتجي غير رافت فاونديشنز يعني، وعندك صبيات كبيره اوكي وبدك سرعه في الصب. فهون ممكن تاخذ البرفورمانس بيست او الميكست ابروتش. يعني اعطيك مثال، يعني ممكن تقول انا راح اقسم الصبيه الى برسنتجز، رح شوف اول 25% من الصبيه. والله هلا اول 25% من الصبيه عم تجيني كل السلمبات مطابقه للرينج اللي انا حاطه، ما فيها سيجريجيشن ما فيهاش بليدنج وفيها كونسستنسي في البرودكشن، ايه معناتها المصنع اللي انت مختاره والله في عنده مستوى من الجوده ممتاز، عم بيقدر يحقق لك جوده للوركابيليتي ممتاز. فممكن هون بدل ما اول 25 بعد ما اخذت لك كل تراك تعمل ريلاكسيشن لل 25 التانيين، قل له والله ال 25 التانيين هلا بدل ما ناخذ من كل تراك رح ناخذ من كل 3 تراك اوكي، او من كل 5 تراك مثلا، وتقيس ال 25 التانيين. وبالتالي اذا كان لسه في كمان انسيابية وكذا ممكن يا أما تستمر على نفس الـ 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 التتابع، أو تقول له والله أنا هلا بدي أعمل لك ريلاكسيشن أكثر. وكمان تأخذ بعين الاعتبار تغير الظروف الجوي، يعني تغير درجة الحرارة، فممكن أنت تكون بصبيات كبيرة عم تأخذ عدة درجات حرارة، يعني عم تصب في النهار وبعد الظهر والمساء وبالليل. فانا ممكن بعد ما امنت انه عمال يجيني والله
انسيابيه في بدايه الصبيه، اني مثلا كل 3-4 ساعات اوكي اتفق مع اللي هي انه والله من هاي الساعه لهي الساعه خلص انا امنت ال 25 اول 25%، ولكن شوف انا من هاي الساعه لهي الساعه راح اخذ من كل 5 سيارات، بس بعدين في ساعه معينه راح اخذ من كل تراك بس مشان اشيك الكونسستنسي، وبعدين راح ناخذ لكل 5 سيارات، ولما بتغير الطقس اول ساعه بدي اخذ من كل تراك. يعني ممكن تسوي انت فعليا بيرفورما يعني بيرفورمانس بيست سبيسيفيكيشن، ولذلك هي الفريكوينسيز اوكي لازم تنترك للكونسلتنت، ولازم تترك لل الكونتراكتر هن يحددوا الفريكوينسي تبع التستنج المناسبه. ولكن هذا لا يعني انك ما توصفها في المواصفات، ولكن ممكن انت توصف اوكي وتعطي اوبشنز للاستشاري بانه يحط خطه اللي تناسب وضع المشروع. وضع المشروع كمان نفس الشيء بالنسبه للسترينث، يعني مش ضروري تاخذ عينه من كل سياره وتروح تسوي عليها تستنج، تسوي لك عينات اخر شيء يطلع عندك يعني حقل من العينات اوكي. ولكن في نصائح يجب ان لا تقل عدد العينات على العمر التصميمي اللي انت بدك تكسره فيه عن 30 عينه. هي نصيحه ليش؟ لانه بعد 30 عينه ممكن تطبق هلا الاي سي اي ايفالويشن كونسبت اوكي. ولذلك نصيحة إنك ما تقل عدد الست أوكي عن 30 عينة بالنسبة للماس كونكريت. هلا غير ماس كونكريت بدك تقلل أوكي قلل، لكن إذا أنت عم توصف لماس كونكريت بالأكشوال بورينج ما تقل عدد العينات، عدد الست مش السلندرات، عدد الست هلا بنشوف الست من إيش بتتكلم، عن 30 ست أوكي. وبعدين ممكن بقى تعمل ريلاكسيشن بعد ما توصل لل 30 ست اوكي، انه بدل ما ناخذ والله ناخذ من كل 5 سيارات من كل 10 سيارات على حسب حجم الصبيه اللي انت عندك اياها. طيب الست الوحده شو من ايش بتتالف؟ الست الوحده بتتالف من عينات على 7 ايام، عينات على 28 يوم، وعينات على 56 يوم. اوكي؟ طيب ليش بدي اخذ على 56 يوم؟ مثل ما حكيت لك حتى لو انت موصف على 28 يوم خذ على 56 يوم. ليش؟ لانه اذا فشلت على 28 يوم وحده من الحلول قبل ما تاخذ كور وتعمل تكسير وهالقصص هاي وتدخل بربير والى اخره انك ممكن تكسر على 56 يوم بالماس كونكريت. اوكي قديش بدي اخذ؟ هلا على 7 ايام بما انه هي استيميشن ممكن تاخذ عينه وحده لانه عندك 30 ست مثلا على القليله، فممكن تكون ممثله. إذا بدك تاخذ تنتين بيكون أفضل وأفضل، لأنه الستاندرد هيك بتقول لك على كل يوم خذ تنتين. ولكن إذا اكتفيت بوحدة ما هي أصلاً تقديرية استيميشن أوكي، فممكن تاخذ وحدة. لكن على 28 يوم حتماً لازم تاخذ اثنين، وعلى 56 يوم حتماً لازم تاخذ اثنين مينيموم حسب الستاندرد أوكي. هلا إذا بدك تاخذ عينات أخرى لتستات ثانية فينك تاخذ عينات أخرى لتستات ثانية. وإذا بدك تطبق performance based لفك القالب أو فك سوري للكونكريت ديفرنشال مثل ما حكينا بمواصفات البريطانية ممكن تاخذ على اليوم وعلى 3 أيام وعلى الساعات مثلا. فهي بالنسبة للسترينكس، هي بالنسبة للسترينكس. طيب بالنسبة للديورابيليتي، بالنسبه للديورابيليتي نفس الشيء، مش ضروري تاخذ من كل تراك اوكي. هون الديورابيليتي انت بدك تاخذ شيء ممثل للخرسانه، فممكن تاخذ من كل مثلا انت عندك الصبيه مثلا 3000 متر ممكن تاخذ مثلا من كل 300 متر من كل 500 متر اوكي ايه. لكن لما تاخذ على الديورابيليتي بدك اذا كنت انت موصف على 28 يوم لازم تاخذ كمان على 56 يوم. ليش؟ لانه اذا فشلت على 28 يوم فينك كمان تعمل تيستينج على 56 يوم بالماس كونكريت، ما يعني منا مشكله كبيره انك تعمل تيستينج على 56 يوم للديورابيليتي. طيب هلا مثل ما قلنا بدل ما تاخذ هاي مثلا خطه اوكي ممكن تستخدمها انت للتيستينج تبع الفريكوانسي اوكي.
مثلا بيقول لك مثلا اذا كانت الكميه اقل من 300 متر خذ من كل 100 متر. طبعا هذا جهد شخصي، هذا انا يعني قد تتوافق معه وقد تختلف معه، بس انا بشوف هيك اللوجيك. اوكي، اذا كان والله اكثر من 300 متر ممكن تاخذ بهذا الشكل، والله اذا كانت الكوانتيتي لحد ال1000 ممكن تاخذ من كل 200 متر، اذا كانت لحد 3000 اوكي ممكن تاخذ من كل 400 متر، واذا كانت فوق ال 3000 ممكن تاخذ من كل 500 متر، بس ما تقل عدد العينات عن 8 ست. 8 ست اوكي، مش 8 سلندر، 8 ست. كل ست فيها تستات على 28 يوم، فيها تستات على 56 يوم. اوكي، هاي وحده من الشغلات اللي ممكن انت يعني تعمل performance based specification. بالنسبة لـ temperature monitoring plan، مثل ما حكينا في فيديو كامل عن كيف بتسوي monitoring plan على الـ actual plan على الـ actual بور، لكن ممكن أنت تأخذ بعين الاعتبار الـ ACI 301 بإصداره الـ 21، إنه والله يقول لك أنا بدي بالنسبة لعدد السنسرات إنك تأخذ يعني سنسر واحد في المركز وسنسر واحد ب على عمق 50 ل 75 ملم من السيرفيس، وتاخذ باك اب سنسر لكل واحد اوكي، وتاخذ سنسر للامبيانت تمبريتشر. بس هذا اضعف الايمان، هذا اضعف الايمان اوكي، هذا اضعف الايمان. عدد السنسرات بالعاده بيتبع قديش حجم الكونكريت اللي انت عم تصبه. العادي هون في الدول الخليج بياخذوا بالسنتر يعني لوكيشن بوسط الصبيه، وبياخذوا بالإتش، وبياخذوا بالكورنر. هذه نقاط مهمه جدا لتسويها لحتى تشوف التمبريتشر مونيتورينج فيها. بالنص مفهوم انه هي الماكسيموم تمبريتشر، وبالسيرفيس تبع النص انه والله هذا كمان سيرفيس عم يتعرض للوسط الخارجي. بالمركز اوكي، بالإتش يعني بالحواف، لانه هي سطوحها عم تتعرض للوسط الخارجي او هي بتكون قريبه من الفورم ورك اوكي والانسوليشن، فبتحدد لك كفاءه الانسوليشن. وبالكورنر لانه تقاطع سطحين، فهون عم تتعرض ل نوعين من التغيير، فلازم تاخذ بعين الاعتبار هي. طيب الاي اس دي ام سي 207.1 بتعطيك نفس الكونسيبت تقريبا تبع 301. بالنسبه للسنسرات، شو الاكيوريسي تبع السنسرات او الثيرموكابلز او الى اخره اللي انت بدك او اللي بدك تقيس فيهم درجات الحراره، لازم يقيسوا لك درجه الحراره لحد 100 درجه، لحد 100 درجه اوكي، والاكيوريسي تبعيته لازم تكون 1 ديجري 1 درجه حسب الاي اس تي ام سي 301 باخر اصدار له بيت ال 21. هلا كان قبل كان يقول لك لحد ال 85 درجه، صار في تعديل وصار لحد 100 درجه. كي. بدك تنتبه كثير انه السنسرات هي او الثيرموكابلز لازم تكون معزوله عن، سواء معزوله كهربائيا او معزوله حراريا عن اي شيء ممكن ياثر على قراءه حراره الخرسانه. يعني مثل شو؟ مثل الستيل يعني ممكن بالغلط صار لامس للستيل اوكي، فصار فعليا صار يسلك درجه حراره الستيل ما يسلك درجه حراره الخرسانه. فبدك تنتبه لهالناحيه. قديش المده تبعيه المونترنج للتمبريتشر؟ هي بتعتمد على المشروع، هي بتعتمد على المشروع اوكي. هلا قديما كانوا يحطوا خطه، خاصة اللي بيستخدموا الثيرموكابلز، انه خطة للقراءات. ليش؟ لانه في حدا حيجي يقرا اوكي، فيحطوا له خطة اوكي، انه والله كل 24 كل اول او اربع يعني اول 24 ساعة بتقيس كل ساعة او كل نص ساعة، وبعدين 48 ساعة بتقيس كل ساعتين، وبعد 48 ساعة بتقيس كل مثلا 6 ساعات والى اخره. حطوا خطة طويلة عريضة. هلا مع السنسرات الجديدة اللي هي بتكون جوا الخرسانة واللي هي اصلا كونكتد وايرلس، ما فيش داعي لهي الخطه. ليش؟ لانه اصلا سنسر عم بيقيس لك كل 15 دقيقه، فهو ما فيش داعي لكل هاي الخطه اوكي.
فالانترفال كل 15 دقيقه هي اكثر من مطلوب، يعني اكيرسي كثير عالي. بعض الاكزامبل ايمت يعني تضل عم بتقيس درجات الحراره، مثلا انه والله مثلا باسيفيكيشن بتقول لك بتضل بتقيس درجه الحراره لعندما الماكسيموم انترنال تمبريتشر بلش تنزل، او لعندما الديفرنشال تمبريتشر اوكي تكون ضمن رينج معين من الديلي من 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 الامبيانت تمبريتشر مثلا اوكي الى اخره منها. هلا هي اوكي حلوه يعني ما في، خاصه اذا كنت انت عم بتقيس الثيرمو بالثيرموكابل اوكي بالثيرموكابل، لانه انت عم بتجيب شخص وممكن يكلفك الى اخره وياخذ قراءات. بس هلا مع السنسرات ما فيش داعي لكل هاللبكه هي، يعني انت فينك تخليه اسبوع، فينك تخليه اسبوعين، فينك تخليه شهر، ما عندهاش مشكله كيف فينك، لانه ليش؟ لانه كله وايرلس وعم تاخذ القراءات. النصيحة إذا كان أنت عندك جي جي بي اف اس بنسب عالية لا يجب أن لا تقل يعني مدة القراءات عن أسبوعين، عن أسبوعين في المينيموم أوكي، ولكن حسب طبيعة المشروع أنت فيناك تخليها تاخذ 3 أسابيع أو تاخذ شهر، ما عندهاش مشكلة يعني. ولكن بالعادة يعني من أسبوع إلى أسبوعين هي بتغطي معظم الحالات أوكي، يعني كمان ما بدنا نكون أوفر كتير يعني، خاصة إذا عم تستخدم insulation فهي تكلفة وأعمال مشروع ما لازم تتأخر نتيجة هاي القراءات، لكن القراءات لإلك ممكن تاخذها لمدة شهر يعني. طيب specification تبع الكولينج والانسوليتنج سيستم، هاي ممكن توصف نفس التوصيفات الموجودة بالـ ACI 207.4 أوكي بآخر إصدار، بس خد آخر إصدار له هو 2020. أنا في فيديو كامل حاطه على هذا الدوكيومنت فممكن تراجع هذا الفيديو. بالنسبة للإنيشيال كيورينج مهمة جدا الإنيشيال كيورينج وخاصة في دول الخليج، وهذه بنسميها الستيبس المنسية في دول الخليج، يعني معظم إذا لم يكن كل الكونتراكتر يعني ما بيقوموا فيها أوكي. ما بين عملية الصب وعملية يعني بعد عملية تسوية السطح وعملية الفينيشنج النهائية في شيء اسمه إنيشيال كيورينج أوكي، هذه مهمة جدا، إذا ما سويتها ومع درجة الحرارة هاي العالية وأحيانا بيكون في رياح وأحيانا بيكون في low humidity حتلاقي البلاستيك شرينكج كراكس بلشت تطلع. فيا إما في عندك طريقتين الـ ACI 301 والـ ACI 308.1 تعطيك طريقتين للإنيشيال كيو، هي قبل الفاينل كيو أوكي؟ يعني قبل ما تسوي الفينيشينج بالهليكوبتر، هاي من بعد ما بتسوي السطح لعند ما تسوي الفينيشينج بالهليكوبتر مثلا. هذا بنسميه هون الفترة اللي بتسوي فيها انيشال كيورينج، يا اما بتعمل فوكينج يعني بالترذيذ بالرش بالرذاذ، بتحط مرشات بالرذاذ على 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 جوانب ال على جوانب ال شو اسمه الصبيه، وبتعطيك هالرذاذ هاد بحيث انها تخلي السطح ما ينشف اوكي، وبنفس الوقت المي عم تنزل بسهوله فما عم تسبب لك مشاكل للسطح اوكي. او انك تستخدم هلا الطريقه الجديده الايفابوريشن ريديوسر. الايفابوريشن ريديوسر هي عباره عن مواد اوكي بتشكل لك فيلم على سطح الخرسانه الطازجه، وبالتالي بتقلل معدل الايفابوريشن او بتمنع الايفابوريشن من سطح الماء للوسط الخارجي. ايمت بترش هاي؟ بترشها بعد ما تخلص الصب، يعني بعد ما تخلص الصب والفينش والتسويه السطح بتبلش ترشها على الخرسانه الطازجه مباشره. هي منا كيورينج كومباوند اوكي، هذا شيء بيترج على الخرسانه الطازجه بيعمل لك الفيلم هاد وبيمنع الباسك شنتش كراكس. بالنسبه للكيورينج، الكيورينج في العاده بالمي حاول ما امكن تتجنبه، يعني المرشات المي والكذا وانه يجي كل كم ساعه يرش بالمي ما امكن تتجنبه للماس كونكريت اوكي، خاصة إذا كان الطقس بارد. بس إذا كان الطقس حار هلأ ممكن تستخدمه عادي. هو وين المشكلة؟ المشكلة شو الفرق درجة حرارة المي عن درجة حرارة السطح؟ إذا كان أكثر من درجة من 11 درجة ممكن يسوي لك ثيرمال شوك أوكي، ثيرمال شوك. فإذا بدك تستخدم مي لازم تكون درجة حرارة المي أقرب ما يكون لدرجة حرارة السطح اللي أنت عمال تحط عليه المي. ولكن في طرق
تانية غير المي، فينك تاخذ بيرلاب، فينك تاخذ بلاستيك شيت، فينك تاخذ كيورين كومباوند، فينك تستخدم عدة طرق أخرى للماس كونكريت. بدك تنتبه كمان بالماس كونكريت إنه ما يصير في عندك ثيرمال شوك نتيجة فك القوالب. أوكي، يعني فك القوالب بالماس كونكريت غير فك القوالب بنون ماس كونكريت. فلذلك لما بيجي على التوصيف لازم توصف صح كيف إمتى ينفك القالب بحيث ما يصير في عندك دلتا تي عالية أثناء نتيجة فك القوالب. أوكي، وهون لازم تلجأ للبرفورمانس بيس سبيسيفيكيشن لحتى ترتب أو توصف كيف بده يتم فك القالب، كيف بده يتم فك القالب لتجنب الثيرمال شوك. بالنسبة للسترينث ايفالويشن، سترينث ايفالويشن الماس كونكريت حقيقة هو من الأنواع الخرسانات اللي ممكن أنت تطبق فيها مبدأ الـ ACI 318 بشكل كتير بسيط، بشكل كتير يعني سهل. أوكي، ليش؟ لأنه أنت عندك كميات ضخمة من الخرسانة، فينك تاخد يعني عدد ست سترينكس عالي، وأقل شيء لازم تاخده مثل ما حكينا 30 ست لحتى تعطيك دقة أثناء عملية التحليل. فأنت مثلا أخذت على عمر 28 يوم أو 56 يوم، فرضا أنت وصفت على 56 يوم، كسرنا مثلا على 56 يوم كل ست فيها سلندرين مينيموم، كسرنا هالتو سلندر وأخذنا الوسط تبعيتهم، وهذا صار السترينكس ريزلت لهي الست. فعندي 30 40 ست مثلا اخذتهم، اخذت هالقيم هاي اللي هي نتيجه كسر سلندرين من كل ست، او اذا عندك ثلاثه نتيجه الافرج لثلاثه سلندر من كل ست، وحطيتهم اوكي كجدول. بعدين ممكن انا اطبق الشروط الفيلير او الاكسبتنس اللي هي موجوده ب 318 الاي سي اي 318. فبتقول لك السترينكس ليفل هي بالفقرة 26-12-3-1 اوكي، التابعة للفقرة acceptance criteria for standard cured specimen. هي منا field cured specimen، standard cured specimen يعني بتحطها بالماي بدرجة حرارة 23 بلس ماينس 2 حسب مواصفات الامريكي. فممكن تطبق هالفقرة هي compliance requirements، بتقول لك the strength level of concrete mixture shall be acceptable if one and two are satisfied. يعني اذا تحقق الشرط واحد واثنين مع بعضه، مع بعضه يعني and مش هو. اول شيء every average of any three consecutive strengths test equal or exceed f prime c. يعني هلا بفرجيكم شو معناتها هذا الحكي. ونو strength test، نو strength test هذا مش كل سلندر، لا كل average للسلندرات الموجوده بالست، هذا بنسميه strength test. No strength test falls below F prime C، يعني تيجي أقل من F prime C by more than بأكثر من 3.5 ميجا باسكال إذا كانت F prime C 35 ميجا باسكال أو أقل، أو بأكثر من 0.1 F prime C إذا كانت F prime C أكثر من 35 ميجا. شو معنات هالحكي؟ بنيجي بناخد التيبل هذا. هاي هون مثال انه والله انا موصف الخرسانة على 28 يوم، اخذ بهاي الاليمنت هو عبارة عن رافت فاونديشن، الكونكريت كوانتيتي كانت 2000 متر، سبيسيفايد سترينكس كانت 60 ميجا باسكال على 28 يوم، عدد الستات، عدد الست المأخوذة لهي الصبية 50 ست. فهي ال 50 ست كل ست مؤلفة من 2 سلندرز، فهذا 28 دي لأول سلندر، 28 دي لثاني سلندر، وبعدين حسبنا الأفريج ل 28 دي في كل ست. اوكي، فطلعنا الستات، طلعنا هذا اللي بسميه السترينكس تيست ريزلت، السترينكس ريزلت الافريج للتو سلندر. خلص ما عاد لي علاقه بالدول السلندرات، صرت اشتغل بالافريج. فهلا اول شرط شو بسوي؟ بيجي باخذ الافريج لكل ثلاثه ورا بعض، اول شيء برقمهم حسب التاريخ الوقت اللي انا اخذتهم فيه. اوكي، بعدين بيجي باخذ الافريج ل 3 consecutive
تيست. يعني شو معناته؟ أول أفريج باخده لأول ثلاثة. طيب تاني أفريج بترك أول واحد وباخد آخر واحد. يعني الرقم هذي. مثلاً أنا بدي آخد هلا الأفريج لهم لها. فباخد أنا هذا شو رقمه؟ أربعة. فباخد الأفريج لأربعة وثلاثة واثنين. طيب هلا هون شو عندي اللي بعده؟ وين وصلت للرقم خمسة؟ فباخد لخمسة وأربعة وثلاثة. هلا بالإكسل بشكل كتير بسيط، مجرد ما أخذت الأفريج الأول ثلاثة امشي فيها للآخر حتطلع لك نفس المعادلة. أوكي؟ للآخر. طيب هلا بشوف أنا هالأفريج هذا كله، هالأفريج هذا كله، هل كله أكثر من ال F prime C؟ شو معنى design strengths؟ هل كله F prime C أكثر من F prime C؟ والله إذا كله أكثر من F prime C بقول أول شرط محقق. هلا كيف بدك تعرفه؟ مجرد بالإكسل هذا الكولوم هون، خذ المينيموم، شو أقل شيء فيه؟ مثلا أقل شيء هون هو طلع 63.3، فأقل قيمة بهالكولوم هاد أكبر من ال design strengths، اي اكبر، خلاص معناته الشرط الاول محقق. اوكي طيب نيجي على الكونديشن الثاني، بيجي على هذا الكولوم، هذا الكولوم. اوكي وبشوف هل عندي اقل من اف برايم سي؟ والله عندي، عندي هون هاي التسعه وعندي شو؟ عندي الاربعه وال44. طيب خلينا ناخذ اصغر قيمه فيها، هي 57.5. طبعا اصغر قيمه بهذا الكولوم هل هي تحقق الشرط الثاني؟ شو الشرط الثاني؟ بيقول لك هي القيمه ما لازم تقل، لانه هون 60 ميجا باسكال، فهي اكثر من 35 ميجا باسكال، فبطبق هي، يعني لازم ما تقل عن 90% من اف برايم سي. طيب بيجي انا والله بحسب 90% من اف برايم سي بتطلع لي 54 ميجا باسكال، لازم اقل قيمه بهذا الكولوم بتكون اكثر من 54 ميجا باسكال، فبشوف انه هي اقل قيمه بهذا الكولوم هي 57.5 ميجا باسكال، يعني اكثر من 54 ميجا باسكال. اوكي اكبر او تساوي طبعا. ها فالشرط الاول محقق والشرط الثاني محقق، معناته شو؟ معناته الشرطين محققين والخرسانه مقبوله، والخرسانه مقبوله. اوكي فالماس كونكريت حقيقه هو افضل مثال لانك تطبق طريقه الـ ACI 313-318 في الاكسبتنس. الثيرمال كنترول بلان، شو هي الثيرمال كنترول بلان؟ اوكي الثيرمال كنترول بلان هي عباره عن خطه للبروجكت، هذا بروجكت سبيسيفيك براكتس. اوكي تحتوي على مجموعه من الاجراءات كيف بده يتعامل الكونتراكتر اوكي مع الماس كونكريت. هلا في فيديو كامل انا شرحت لك شو معنى الثيرمال كنترول بلان، واعطيك مثالين، واحد بالاي سي اي وواحد بالمواصفات الكنديه، لذلك انا بنصحك تروح تشوف هذا الفيديو لتشوف كيف ممكن انت تحط هالثيرمال كنترول بلان بقلب المواصفات وشو التوصيات تبعتها. هيك بنكون خلصنا هذا الفيديو، وبنكون خلصنا كمان سلسله الفيديوهات المتعلقه بالمستوى المتوسط من الخرسانة الكتلية. إذا عجبك هذا الفيديو لا تنسانا من اللايك والشير والاشتراك بالقناة. شكرا لكم ونلتقي مع فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.